نصبحكم بالخير مرة جديدة بفقرتنا التربوية. رح نحكي عن مشكلة أنتم تحديدا طلبتوا منا نطرحها بدنيا دنيا، وهي موضوع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. قديش هذا الشيء ممكن يأثر على أطفالنا اجتماعيا وأيضا على تحصيلهم الدراسي، ممكن في مرحلة المراهقة يكون له تأثير واضح على حياتهم. فرح نعرف التفاصيل، تعريفه علميا والأهم العلاجات المطروحة لهالموضوع، مع الدكتورة عليا العبادي أخصائية التربية. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. دائما لأنه بنحب نعطي مشاهدينا آخر شيء توصلت للدنيا والأبحاث عشان حياتهم تكون أبسط وأحلى. صحيح. الـ ADHD كتير بتغلبوا أهالي الأطفال اللي عندهم فرط الحركة وتشتت الانتباه. خلينا نعرف، لأنه إحنا سؤالنا اليوم عم نقول هل بتعتقد أنه في فرق بين الاضطراب الأطفال والسلوك الفوضوي؟ خلينا نشوف شو الفرق بالضبط عشان نعرف أنه هذا الطفل عنده ADHD أو بس فوضجي. يسعد صباحك، كل سنة وأنتم سالمين لهالبرنامج ولهالقناة، إن شاء الله مزيد من النجاح والتقدم نتمنى لكم. اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD اختصار لـ Attention Deficit Hyperactivity Disorder، هو عبارة عن اضطراب عصبي يحدث عند الأطفال في المراحل النمائية الأولى من عمرهم. عادة خلال السبع سنوات الأولى بستطيع أني أحدد وأكتشف المظاهر السلوكية اللي بتظهر عند الأطفال. أكثر عمر ممكن ألاحظ فيه بطريقة مناسبة جدا هي خلال الأربع سنوات لست سنوات، بيكون تقريبا اكتملت الصورة عند الأهالي وعند المعلمين إذا فعلا في عندي مشكلة. المشكلة اللي ظاهرة عند الأطفال هي عبارة عن سلوكيات جسمية لا إرادية تظهر عند الأطفال، وهي ناتجة عن خلل وظيفي في الدماغ. الخلل اللي بيصير في عندي كيف التصرفات بتاعها. التصرفات اللي بتظهر عند هؤلاء الأطفال اللي هو مشاكل واضحة في الانتباه، في الحركة الزائدة وسلوك الاندفاعي. فالأطفال تجدي عندهم هؤلاء الأطفال سلوك زائد، حركة زائدة، بتسلقوا، صعب إنه يجلس في مكان معين لفترة زمنية طويلة. بالضبط. يعني الفرق بين الطفل الـ ADHD، خليني أبدأ وأكمل بعدين. الفرق بين الطفل الـ ADHD اللي هو مضطرب والطفل العادي، إنه طفل الـ ADHD المظاهر التي تظهر عليه تستمر لفترة زمنية طويلة، ومع تدخل العلاج بتحسي إنه طفل الـ ADHD لا زالت تظهر عليه هاي العلامات. لكن الطفل الفوضوي اللي العادي اللي الأهالي دائما بيحكون عنه اللي الحرك المشاغب، سلوكياته تظهر غالبا في مكان معين ولا تظهر في مكان آخر. بينما الـ ADHD سلوكياته تظهر في كل المواقف. يعني بشوف يعني ما بيخجل إذا راح الناس تانيين بالضبط في أي مكان. يعني لو حطتي في مناسبة اجتماعية هذا السلوك بيظهر، في البيت بيظهر، في المدرسة بيظهر. بينما السلوك الفوضوي اللي إحنا عادة موجود عند أطفالنا، بتحسي إنه الأم ممكن عندها مشكلة في السيطرة على سلوكها، بينما في المدرسة الطفل منضبط وساكت ومحترم وما شاء الله عنه ماخذ راحته بس بالبيت. بالضبط. بينما الـ ADHD لا، المشكلة موجودة في كل مكان وفي كل زمان. طبعا الفرق بين الـ ADHD والطفل العادي أن السلوكيات تظهر لفترة زمنية طويلة وبعدد تكرار مستمر، بعدد لا يقل عن 6 شهور لفترة زمنية مستمرة. 6 شهور. يعني أنا الأهالي لما يجي يعني يحكوا لي عن مشكلة طفلهم نسألهم عن مظاهر معينة، هاي السلوكيات لازم على الأقل تظهر لـ6 شهور متواصلة. طب أنا بدي أتوقف بس لأنه شوي الموضوع صعب تفريقه. تفضلي. بالضبط ايش مثلا بيجوا بيحكوا لك؟ بالضبط. وشو المظاهر اللي بتكون الاي دي اتش دي؟ تظهر عليهم السلوكيات التاليه: الاطفال لديهم مشكلات في الانتباه، في التركيز، صعب عليهم يتمموا المسائل، الواجبات والمهمات المطلوبه منهم، ما بياخذوا الاوامر كامله، صعب يلتزموا في الاوامر، علما بانهم هم بيسمعوا بيفهموا بس هم ما بدهم يعني يتبعوا هاي الاوامر والتعليمات. عندهم نسيان مستمر، الذاكره عندهم ضعيفه. في الحركة الزائدة تجد إنه هؤلاء الأطفال دائما بيمشوا بصورة سريعة، بيتحركوا دائما. حتى لو أجبرتي هذا الطفل على الجلوس لفترة زمنية تجد إنه يتلوى بصورة مستمرة، بيحرك أعضاء جسمه بصورة لا شعورية، عنده طاقة بدي يفرغها. لازم تتفرغ بالحركة الزائدة. طبعا تجديهم بتسلقوا على أماكن، بيتحركوا في أماكن شوي إلى حد ما خطيرة. سلوك الاندفاعي عندهم موجود، كثيرين الكلام، ما بيدركوا عواقب الأمور.
بشكل عام. مش حذرين. بالضبط. داخل الغرفة الصفية تجد هذا الطفل ممكن يطلب من المعلمة إنها بدي أجاوب لكن هو علما السؤال غير مكتمل. هذا سلوك الاندفاعي اللي موجود عند هذا الطفل. طبعا المشكلة الناتجة عن الـ ADHD الاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالدرجة الأولى على التعلم. فتجدي أن الأطفال لديهم مشاكل واضحة في القراءة، في الكتابة، في إجراء العمليات الحسابية، في التنظيم الحسابي، حتى طريقة كتابتهم مش دقيقة كتير، بينسى الشدة، النقاط على الحروف مش دقيق، مش دقيق أبدا في الكتابة. إذا بدي بلش في في الكتابة صعب أنه يتمم هذا الموضوع. وبالتالي أنا من خلال فقرتكم بحب أحكي هذا الموضوع، أنه أهمية تعديل سلوك أطفال الـ ADHD بالمرتبة الأولى هو خوفا حتى ما يصير في عندي تبعات أخرى على الطفل، على مستقبله، سواء الأكاديمي أو الاجتماعي أو المهني. ولذلك مهم جدا أني أنا أسيطر على سلوك الطفل، أتعامل مع الطفل بكل حكمة وحنكة وبطرق علمية. ما بيصير أتبع مع الأسلوب التذمر، العصبية، إحباط أو تدني ذات عند هذا الطفل، لأنه بالضرورة على المدى البعيد بدي يترك لي أثار نفسية سلبية. في الغالب في عندي أكثر من 50% من الأطفال مع تقدم العمر بخف الاضطراب، لكن يبقى التأثير الذي حدث في مرحلة الطفولة المبكرة هو الذي يترك تأثير سلبي في حياة الطفل، اللي هو المتعلق في الجوانب التعليمية أو حتى في الجوانب السلوكية. طبعا معروف أن الأطفال اللي عندهم الـ ADHD إذا ما صار في عنا تعامل سريع، يعني تدخل سريع وتعامل صحيح مع هؤلاء الأطفال، تجد أنه هذا الطفل منبوذ سواء من المعلمين أو من الأهالي أو من الطلاب أو من الإخوان. ولذلك ضرورة التعامل مع هذا الطفل بحيث أني أنا أساعد هذا الطفل يكون بالضبط يعني مندمج مع الأقران. هنا بفكر قديه مهمية أهمية وعي الأهل بالزبط. لأنه كتير أحيان اللي بيصير يعني من الحالات اللي إحنا بنشوفهم كمان أنه هدول الأطفال لأنه منبوذين بالصف من المعلمة، وخصوصا إذا من الأهل أنه هو بالنسبة لهم مركز شغب. صحيح. لأنه بصير منبوذ بلجأ لأنه صاحب الناس الفاشلين المنبوذين، ممكن كل ذكاء أو كل طاقاته تتحول لطريقة سلبية. مظبوط. مظبوط. فهنا أنا كتير حابة أدي أنت أكدتي أنه أهمية نتعامل معه. قبل ما نيجي كيف نتعامل معه، العلاقة بالذكاء طبعا هم الأطفال اللي عندهم هذا الاضطراب هم أطفال طبيعيين، هو يرافق عدد من الإعاقات، يعني نجد أنه أطفال التوحد عندهم بالإضافة إلى اضطراب التوحد عندهم الـ ADHD، أطفال اللي عندهم إعاقات عقلية عندهم اضطراب الـ ADHD، لكن تجدي أنه في عندي فئة مستقلة عندها اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ذكائها بالعكس فوق الطبيعي، القدرات العقلية طبيعية فأكثر. في يعني ناس بيعتبروا نوع مثلا من العبقرية أو الذكاء الزايد، هل هاي المعلومة دقيقة؟ يعني ما بقدر أعممها على كل الأطفال، هم بشكل عام يتباينوا من حيث القدرات. ممكن تجدي أطفال عندهم ADHD فعلا عندهم ذكاء، قدرات ذكائية مرتفعة، وهي كتير من الأهالي اللي إحنا بنلاحظها، يعني بحكي يعني من خلال استشاراتنا إنه أنا طفلي كتير عنده مثلا جوانب أدائية متقدم فيها، إذا يعني إذا ركز فيها بيبدع بطريقة ممتازة، لكن هذه إلى حد ما متباينة بين الأطفال. بشكل عام أحب أحكي إنه هذا الاضطراب موجود عند الذكور أكثر من الإناث بأربع أضعاف. هذا لا يعني معين. السبب هو بيعزول الأطباء إلى طبيعة الهرمونات الذكورية. سبحان الله. في عنا اضطرابات وفي عنا مشاكل موجودة عند الذكور بأربع أضعاف، زي الصرع، زي الـ ADHD، زي التوحد، متعلقة بالهرمونات الذكورية. يقال إنه هي أضعف في مهاجمة أي أجسام غريبة ممكن تدخل إلى جسم الطفل، وبالتالي الذكر هو يعني مرشح أو معرض للإصابة. هلا أنت ذكرتي معلومة مهمة إنه يعني من عمر سنة خلينا نحكي لسبع سنين يتم التشخيص تحديدا، يعني أكثر إشي بيكون واضح من أربع سنين لست سنين. بالضبط. بعد سبع سنين إذا حسينا في هاي الأعراض ما بتكون يعني لا يشخص إنه اضطراب، يعني خلاص المفروض أصغر من سبع سنين. هي بالضبط، هي بتظهر خلال السبع سنوات الأولى، يعني بالضرورة هي يعني تعتبر مشكلة نمائية، بمعنى إنها تظهر مع الطفل في المراحل النمائية الأولى. الأهالي عادة هي بتظهر الأعراض سنتين ثلاث سنوات، بس إحنا بنحكي للفروقات النمائية لأنه الطفل صغير، لأنه ممكن بس يكبر شوي. بس لما يصير الطفل الكي جي 1 يصل ولسه
الاعراض بتظهر، هون بصير في عندنا يعني كويشن مارك عند الطفل، ليش لحد الان ما صار في عندي ضبط سلوكي؟ احنا بنقارن اداء الطفل بالنسبه لنفس المجموعه العمريه. نعم. فبالغالب بيجينا الاحاله والتشخيص للاهالي بعمر المدرسه بالضبط. نعم. يعني اكثر شيء من عمر 5 سنوات ل6 سنوات اكثر شيء. نعم. اذا هو اضطراب سلوكي قابل للعلاج؟ طبعا يعني قابل للعلاج بشكل تام، انه اذا كان في تدخل ووعي من الاهل، سواء العلاج رح نحكي عنه سلوكي، وكمان في ادويه وعقاقير توصف تنحل المشكلة من جذورها؟ طبعا هو الاضطراب يوصف علميا بأنه يتصف بالديمومة. الآن يتصف بالديمومة لكن بشكل قابل بحسب الدرجة وبمدى التدخل العلاجي للحالة. فال 60% من الأطفال إذا تم يعني تدخل علاجي بنجد أنه خف كتير عندهم الاضطراب وصار في علاج. طبيعة العلاج اللي إحنا بناخدها هي المنحة السلوكي، بمعنى العلاج السلوكي بمعنى السلوكي التعزيز والعقاب في التعامل مع الطفل. ميزة العلاج السلوكي لأطفال الـ ADHD أنه صحيح النتيجة بطيئة لكن ديمومة حدوث السلوك الإيجابي أطول، وهي يعني بالدرجة الأولى. فالأهالي كيف؟ أعطينا أمثلة مثلا. يعني أعطينا أمثلة مثلا، سلوكه بالمدرسة، فرط النشاط في البيت، بيطول ليحل واجباته، كل شوي بده يقوم يشرب مي، كل شوي يروح الحمام، شو تعمل الأم؟ في هاي الحالات الأهالي دائما ابحثي عن السلوك النقيض. النقيض يعني اللي هو عكس السلوك السلبي اللي بيحدث عند الطفل. في اي لحظه بشوف فيها الطفل جالس بعزز سلوك هذا الطفل. يعني هاي من الاشياء المهمه، اني انا بعطي اشاره للاهالي اني انا ما بستهدف الطفل، انا بستهدف سلوك الطفل. هاي الدرجه الاولى. المستوى الثاني اني معلش اوقف هون دكتوره عليا، لو سمحتي تعيدي، هاي كثير مهمه، اني انا ما بستهدف الطفل بستهدف سلوكه. بالضبط. هاي كثير مهمه، هذه كل قاعده مهمه في تعديل السلوك. دائما دائما وصيتي للاهالي والمعلمين، أنت تعاملي مع السلوك ما تتعاملي مع الطفل. نعم. ولذلك أهم إشارة دائما أنه أنا كيف أتعامل مع السلوك مش مع الطفل. في الوقت الطفل اللي بيعمل فيه سلوك إيجابي أنا بعزز، زي لما أنا عاقبته لما عمل السلوك السلبي. يعني لما كان جالس ذكرتي مثلا هذا المثل عشان نشجعه أنه يهدى، شو المفروض نحكي له؟ انه هو قاعد هلا على الكنباي او بمرحله هدوء، يعني تعزيز لهذا السلوك. ماما ممتاز، يا الله ما احلى شكلك وانت جالس. أيوة. برافو. حلو. عليك. الى اخره. يعني تعزيز لهذا السلوك الايجابي مع المدى البعيد بصير انا ببني علاقه ايجابيه بيني وبين هذا الطفل. معناته التوجه للاهل الطفل بدايه. طبعا نحكي طبعا عن علاج سلوكي، الاهل بدهم يتعاملوا بطريقه خاصه مش بس مختصين. بحب احكي دائما انه في عندي علاقه وطيده بين الاسره وبين المعلمين حتى يصير في عندي تكامل في العلاج. طبعا. لازم يكون في علاقة وطيدة بين المدرسة. ما بقدر أفصل دور المدرسة عن دور المعلمين. نعم. يعني ما بزبط الأسرة بتعالج والمدرسة أبدا ما إلها دور في هذا الموضوع. غير عن العلاج السلوكي ممكن إحنا نستخدم أسلوب العقاب. العقاب ما بقصد فيه الضرب على الإطلاق، بنقصد فيه إنه يعني تصحيح لسلوك خاطئ قام فيه هذا الطفل. يعني دائما الطفل بده يعرف إنه إذا قام بسلوك سلبي ناتج عن هذا السلوك بده يصحح هذا السلوك. يعني مشى على الكنبايات وخربط لي الكوشنز الموجودين على، بده يرجع هو يصلحهم مش أنا بدي أصلحهم. راح يرضى؟ يعرف. شوفي على المدى البعيد بده يعرف بمناسبة إنه بده يرضى أو لا. في ضروري جدا الحزم في علاقتي مع الطفل. إذا ما كنت حازمة ما راح يزبط معي ولا شيء. لا كنت معلمة ولا كنت أم. إذا الطفل ما بدي يستجيب معي أنا كأم، معناته صار في عندي مشكلة. هيكون جزء من العلاج. صراخ ما بقصد فيه الصراخ الصراخ. كثرة الصراخ على كل حال هي بتعمل سلوك العناد عند الطفل. أنا بحكي بنبرة صوت يعني طبيعية معي مع هذا الطفل، ولكن حازمة. بصورة حازمة. الحزم شو بنقصد فيه؟ إني أنا بتفق مع الطفل إذا قمت بسلوك سلبي معين أنت مطلوب منك تعيد ترتيب هذا السلوك. نعم. مرة أخرى. هذا أنا ما فاجأتك بهذا العقاب، أنا اتفقت عليك. واضح؟ هاي من الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها. في أحيانا سحب مثيرات مرغوبة عند الطفل، لكن ما بنقصد فيها يعني لا سمح الله حرمانه من مصروف، لا. يعني مثلا بحب برنامج أطفال معين ممكن أعفيه من حضور يوم مثلا أو نص. بالضبط. إنه يعني دائما الحرمان المستمر بيترك تأثير سلبي. يعني أنا بعتب على بعض الأهالي اللي بيستخدموا أسلوب الحرمان من المصروف في المدرسة الكامل للطفل. هذا أكبر خطأ طبعاً. ممكن تعمل الأسرة، لأنك أنت شكلتي سلوك سلبي آخر عند الطفل. إنه هو بده يسرق يعني هو الطفل في النهاية بده يعيش زيه زي
الأطفال العاديين طبعا. في محيط المدرسة العادي، فإحنا التخفيض يعني التخفيض من شيء بحبه هذا الطفل، التقليل من عدد ساعات معين، خفض مصروف معين، خفض من ممارسة نشاط معين إلى آخره من هاي الأشياء. غير العلاج السلوكي أحيانا نضطر مع بعض الأطفال العقاقير والأدوية، هذا طبعا يوصف من قبل طبيب الأطفال أو الطبيب النفسي. في عندي أدوية معينة زي الريتالين ديكسارين، هاي بتعطى للأطفال بجرعات معينة وفي توقيت معين. يعني في تحفظات أحيانا لبعض الأهالي وبعض المعلمين لاستخدامها، لكن أنا بحب أحكي إنه في بعض الحالات بنضطر إلى استخدام مثل هاي الأدوية حتى نخفض مستوى الحركة، حتى نزيد مستوى الانتباه، لأن زي ما حكيت هو الفقدان أو كثرة الحركة بتقلل من كثير من المعلومات اللي ممكن يكتسبها هذا الطفل وقدراته. بس ما في خوف من هاي الأدوية؟ ما في أثار جانبية؟ يعني في أثار جانبية، ما مش هي جزء منها غير منبه بالمناسبة، على المدى البعيد مش منبه. في لها أثار جانبية، صداع، غثيان عند بعض الأطفال يعني بتباين. في معلومة بحب يعني سريعا نحكيها، اللي هو تخفيض من كمية السكريات اللي بتناولها. ضروري جدا جدا إنه الأهالي يخفضوا من كمية السكريات بدرجة عالية جدا، والمواد الملونة الكانديز الهاي بتزيد حركة الطفل، لأنه الطفل إذا بده يتخلص منها بيحتاج إلى وقت طويل. فالأولى من باب جانب وقائي إنه تخفيض من كمية السكريات اللي بتناولها مثل الأطفال. وممكن يعني معناته عن طريق النظام الغذائي للطفل إنه يتحسن. وأنا بحب هلا إحنا رح ناخد كيف كانت إجابات الناس، أعرف إنه للأهالي اللي بيشكوا من هيك أعراض عند أطفالهم وين في عنا مراكز يعني مهنية بالأردن ممكن تشخص، لأنه ممكن الواحد يضيع. فخلينا نشوف وين بيكون أماكن موثوقة رسمية تشخص هاي الحالات. كلية الأميرة ثروت موجودة في عمان بتشخص هذا الاضطراب. في أخصائيين النفسي. طبعاً. نعم. سريعاً عم نستعرض النسب دكتورة عشاشة، إنه هل في فرق بين الاضطراب والسلوك الفوضوي؟ 90% جاوبوا بنعم، أو جاوبتوا 10% لا. يعني مش كتير سهل يمكن بالنسبة لنا التفريق، ولكن الناس بيحكوا إنه لا، بيعرفوا إنه في فرق بس مش سهل يمكن التفريق. صحيح. بين صحيح. الاضطراب وتشتت، لأنه الفرق هو بين الفوضوية عند الأطفال، الفرق في الدرجة. نعم. يعني الفرق بينه وبين السلوك العادي الطبيعي الموجود عند الأطفال هو فرق في الدرجة، ليس في النوع. نفس المظاهر لكنها تختلف في الدرجة عند الطلاب الـ ADHD. نعم. أوكي دكتورة عليا العبادي، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا وعلى المعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها. تسلمي.